اللي نقدر نمدلو السر تاعي وعينيا مغمضين سي بيان سي يما لي بارون. ابار سا شغل صاحبي ولا ما نقدرش ندير في كونفرنس في حتى واحد. صح كانوا عندي صحابي كانوا عندي خاوتي وقفوا معايا، بصح يجي نهار وين يدور عليك، كي يكون هو مليح فيها يدور عليك. تسمى اما جيت تمدي له سرك، تسمى بين راح يقول الغاشي كاع، عادي يقول هذا يقول له ما تقولش لواحد، بعد هذاك يجي يقول لواحد ويا رايح، حتى من تشوف الغاشي كاع يسمع بالسر تاعك. تسمى بور موا ابار ما ميغ اي مون بيغ اي مي سوغ اللي نقدر نقول لهم السر تاعي وعينيا ماشي مغمغمتين، ميم كي نموت عبالي ما حدش يخرج. اي فوالا ابار سا ما بقاش كونفيونس، اه ما كاش كاع كونفيونس اون الجي. بون في لو موند اونتي كونفيونس بينك وبين روحك وربي سبحانه ووالديك، ابار سا حتى واحد ما كاش منها كاع. صاحبك يقول لك صاحبك جيبك، كي يكون جيبك هادوما كي يكون عندك جيبك ومنا ومعمر الاز، مي فوق الشده ما تلقى حتى واحد، تلقى غير والديك وربي يحفظهم لي ان شاء الله ليا امين. طازج حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.